عادي قد عمل شباب تكون ناقص شوي باليوم. اوكي 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 خليك بس كيف هم شباب وش هم عطوا الطابق بعد شوي ورا خليك اوكي العبوي اوكي خلاص المفتاح في ذي المفتاح هني ها شباب العباسي ضروري تأكل على ذي شباب عقاد غير رسمية وين عبيد يلا حبيبي معاك رايحين الكويت شباب شباب اولا شباب الله يعطيك الصحه والعافيه ما قصرت الصراحه التزام بالوقت ممتاز وايد ممتاز الحضور والانجاز زين شباب في نبي نفس الشيء بالروحه نلتزم بالوقت كلنا 5:30 ان شاء الله عند الجلسه اذا جينا كلنا 5:30 ما بننطر ليسر نطلع اليوم شباب انا تكلمت ويا كان تعرفون خباز هاي ما شاء الله عليه صالح دائما يسافر اي عنده جلسه وياه بعد اي تكلمت وياه قد شارع جديد زين لان هاي شارع الكويت وايد مكسر انا رحت قبل اسبوعين بالسياره كان وايد مكسر ان شاء الله بنمشي محطه ثالثه هني يعني كلكم فول بترول محطه ثالثه بنوقف فول بترول اي ونتريك ملاحظه الحين وقفنا عند المحطه الثالثه انا مثلا سيكل مالتي فيها طقتين او طقه ما نزل له طقه اول ربع ساره ربع ما اقول بس لاسكو بس بسياره ربع انا اوكي اعطيك طقيتي حتى لو رفضيه طقيتي زين حطوا بالكم حق الدار يمكن انا انسى المحطه الثالثه نوقف بعدين نطلع ان شاء الله كله سيده لين يجينا الجبيل من نشوف الجبيل لوحه مكسوره جينا اللي لاصقينها عندكم 200 متر اي مخرج على اليمين ونروح كنا رايحين قطيف اللي يابنا فيه ذاك السعودي ما بضيعكم في التفاصيل مخرج اللي شو اسمه ذي مكسور نروح يمين السلام عليكم شباب السلام بنمشي بعد السيده ان شاء الله لين نوصل راس الخيل راس الخيل الجبيل استغفر الله ما هو شيء في الجبيل كلنا يمكن 3 محطات اول محطه بنصب فيها بترول كل المحطات لهم الدش مالتهم نوع في رصيد يعني اذا طفنا اللهفه بعد بنمشي يعني لازم نحط بالنا من نشوف المحطه من بعيد نياود على اليمين ندش اول لهفه نصب بترول طولنا كلنا نمشي على الشارع مره ثانيه سيده ليه راس الخير راس الخير راس مبارك دشيت من الجري بالكويت عقب 80 كيلو يعني اقل من ساعه كلنا اذا مفولين احنا في الجبيل فول كفينا لان احنا كفينا اكثر فان شاء الله اوكي ركز على هذه عشان اذا هذه تمام نعتمد احنا ان شاء الله على طول حتى حق رجعاتنا ترى طريق الراجعه يا جماعه من الكويت روحه اوكي شوي اوكي لكن الراجعه تكسر كامل تذكرون اللي العام اللي العام هذا هو نفس الحين تخيل ان انت من العام بعد يعني زاد اكثر
فهذه الالتزام شباب، بقول لكم احنا رايحين كلنا نستانس فراغه.